ولسه أصداء مشاركة الفنان أحمد السقا في مسلسل رحيم مستمرة، وقام منتج المسلسل محمد محمود عبد العزيز بتوجيه الشكر على الإنستجرام للنجم أحمد السقا بسبب قبوله الظهور كضيف شرف في مسلسل رحيم. ونشر محمد عبد العزيز صورة بتجمعه بالسقا وعلق عليها وقال: الجدعنة والرجولة بالفعل مش بالكلام، حبيبي وأخويا الكبير النجم أحمد السقا نورت رحيم، ومن زمان وربنا يعلم أنا بحبك إزاي يا غالي، بس شكرا، دي أقل حاجة ممكن تتقالك من أخوك الصغير.